مرحبا مرحبا، اهلا اهلا اهلا، لاباس عليكم؟ بخير صحيح، لاباس كلشي بخير. اهلا احمد، صافا فاطمه؟ مرحبا. كاينه كاينه الدريسيه، كاينه فاطمه، كاينين كلهم، كاينه فاطمه. السلام عليكم البنات، مرحبا بالمشاهدين لولو يامي، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت العربيه وجبتكم معايا، جيت العربيه وجاو لعندي العائله باش يباركوا ليا، يعني ملي تفعلت ليا القناه وجاو لعندي داروها ليا مفاجاه وجاو لعندي باش يباركوا ليا 4000 ساعه. كنشكرهم بزاف وكنشكركم نتوما يا المشاهدين اللي كيصيفطوا تعاليق زوينه لولو يامي، كنشكركم بزاف بزاف بزاف، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. المهم جاوا العائله، ها نتوما كتشوفوا جاوا عندي العائله وجابوا لي الهدايا. المهم مرت لوسي دابا عيطت ليا باش نمشي نفطر، ما عرفتش واش جات ليا في الفطور، قالت لي بلا وجدت لك الفطور باش نفطر. يلا بقاو معايا باش تدوزوا معايا اليوم ان شاء الله في العربيه، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ها انتم البنات شوفوا مرت لوسي اش موجده ليا، ها انتم حارقه ما شاء الله. هادو خبيزات معمرين بالكاشير والفرماج، يعني الجبن والفرماج والكاشير والبيض، ياك البيض ماشي مشكل. هاد الخير كله اش بغيتي؟ مازال الزيتون قالت لكم، كتقول لكم هي نسات الزيتون، قالت لكم نسات الزيتون، هاد الخير كله نسات الزيتون ما شاء الله. هادو ما كيوجدوا في اتاي. المهم صورت لكم هاد الخير، غنشارك معكم اليوم ان شاء الله، نتمنى يعجبكم هاد الفيديو. وخالت مرت لوسي جات بعيده باش تبارك ليا. هادو المسمنات صغار، المهم كيوجدوا مرت لوسي كتوجد هي وخالتها، هما اللي كيوجدوا ليا الحفله. شكرا شكرا لكم بزاف يا الحبايب ديالي. ها انتم البنات، هادو المسمنات صغار في البصله، بنت فاطمه بنت عمتي، هادو دايره فيهم هادو شحال زوينين ما شاء الله. هادي فيها كشير، هادي فيها الزبده، الزبده البلديه. هنا كاين الجبن، هنا شنو كاين؟ الزيت البلديه، وهنا كاين العسل، العسل الحر. ها هو الفطور، هذه هي الجلسه البنات، فين غنجلسوا ان شاء الله. هانتوما الطابله، هيدي هذا الكرسي، ها هو اللوز والقرقاع، هذا هو التمر، البطبط صغير معمر بالكاشير والجبن، المسمن معمر بالفرماج، مسمن عادي، ومهم عيطت عليا باش نفطر معاها، قالت لي الكادو الكادو ديالي. هذه الصينيه ديال اتاي، وهذه طابله حطينا فيها المسمن معمر، المسمن عادي، التمر، اللوز والقرقاع، وكوكو، الخبز، تيبان، البطبط صغير معمر بالجبن والكاشير، بالمي. عندنا هنايا انا وريتكم كل شيء، الزبده، العسل الحر، الجبن، الكاشير. المهم قالت لي اجي عندي، انا جيت لعندها دارت لي مفاجاه على 4000 ساعه. ها هو اتاي مغربي،
حسين يلا ما شاء الله عليك. أتي برص برص سجلها ماشي مشكل. احنا معروضين عند العائلة. انا قلت لها انا دارت لي مرت لوسي الحفلة على حساب 4000 ساعة داكشي علاش. ماشي الحفلة غير جيت عندها وصافي باش نفطر. ما تحلاش هنا نباركوا لك. الله يبارك فيك. عقبة الدولار ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بك الحاجة. العائلة مجموعة. يا ربي يا ربي الله يسلمك. باركوا لي العائلة. ونسيتوا الحلوة الكريمة جبتوهاش ليا. مازال تجمعي في البوش. ها انتم البنات. جمعوا الدريات البابوش فهد السعودي زاد عندنا. ها انتم العائله جمعوا البابوش عجبهم السعوديه. ايوه هذه جات من السعوديه بصح بنت عمتي. ها انتم شي البابوش ما شاء الله. دابا كتعرفي الطريقه باش غطيبي. نتمنى يعجبكم البنات هذا الفيديو. المشاهدين لولو يامي نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله ديال اليوم. الى عجبكم ما تنساونيش باللايكات وشكرا. مع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله. نلقاكم على خير.